لقمان أغا. أمرك مولاي. روح خبر قسم الخياطة يجهزوا لي عباية سودا فورا. مولاي أنا حابب أقدم لك هدية، وإذا قبلتوا تاخذوها بتشرفوني. حجار شطرنج هدية كتير حلوة. أنت أميرنا الغالي. إن شاء الله بنلعب فيها سوا شي يوم. إن شاء الله. مولانا السلطان الله يعطيك الصحة ويطول عمرك ويخلينا إياك يا مولانا السلطان. الله يحميكم يا حبيباتي. ما شاء الله بناتكم شو حلوين. إن شاء الله حظهم يكون حلو مثل وجوههم. إن شاء الله يا سلطانة. أنا على طول بخربط بأساميكم. شو اسمك أنتي؟ أسماء يا مولاتي. وأنتي؟ أنا اسمي غفران. أنتي أنا بعرف شو اسمك. اسمك شهرزاد؟ سلطانة عن جد شعرك كتير حلو. ليه لون شعرنا مو مثل لون شعرك؟ ادخل. سمو الأمير. تعي هوريجيان. خير شوفي. السلطانة هيام بعتت لنا خبر، قال ناطرتنا مع السلطان بالغرفة الخاصة وبدون يانا نجيب الأولاد معنا. ما عرفتي شو السبب؟ ما عرفت شو السبب. لا يروح فكرك لبعيد، بلكي مولانا السلطان حابب يراضي سموك. ادخل. مولاي سلطانة. اهلا وسهلا. ما بتعرفوا قديش مبسوطة بجمعتكم حوالينا.
مولاي. نعم. باعتبار الكل هون، حابب ساوي حفل طهور الأمير مراد هون بقصر العاصمة، طبعا من بعد إذن جلالتك. بظن يا سليم هلأ مو الوقت المناسب. مولانا السلطان تفضل واجي على ولايتي وحضر ولادة سمو الأمير مراد، لهيك فكرت إنه حابب يحضر طهوره. أنت بتعرف نحنا شو عشنا بالفترة الأخيرة، وبتصور إنه الوقت هلأ مانو مناسب لنحتفل بهيك شي؟ بتحتفلوا بهالشي بس تروحوا على ولايتكن، وإذا الوقت كان مناسب منبقى منلحقكن. طالما الأمير نوى نحنا لازم ما نخجله وما نرده. خليهم يبلشوا بالتحضيرات لحفل طهور الأمير مراد. حضرتك فرحتنا يا مولاي، وإن شاء الله وبهذا الفضل تزول كل الهموم اللي حلت علينا. لا تحاول، ما في فايدة. حفل طهور الأمير رح يصير هون بهذا القصر. بعرف إنه مو عاجبك، بس المفروض ما تبين هالشي. اللي ساويته قدام السلطان ما كان ظريف ابنه. أنا ماني مثلك بوشين يا أخي، طبعي ما بيسمح لي بنوب إني احتال على حدا. عم بتقول هالحكي من غيرتك، ما هيك؟ عادي انبسط بهالكم يوم، لأنه كله بالنهاية رح ينتهي. كيف علاقتك بمولانا؟ بتمنى أنه تكون صارت أحسن. والله كل ما عم تسوق يا رستم. مولانا سمح أنه ينعمل طهور للأمير مراد هون بالعاصمة، يعني كل الأمور لصالح سليم، ورح تضل هيك لنسبة خيانته. فكرته كتير ذكية، بهي الطريقة رح يكونوا أقرب على مولانا أكتر يا سمو الأمير، بس ما رح يقدروا للأسف. كيف ما رح يقدروا يا رستم باشا؟ شو اللي رح يمنعون؟ أحمد باشا استدعاني قبل اجتماع الديوان على ما يبدو أنه انزعج مني لأني دققت بدفاتر الحسابات وطلب مني ضل بعيد عن القصر، بس بهي الأثناء وصل مولانا السلطان على الغرفة السرية بالديوان وسمع كل يلي صار بيناتنا، وأنا استغليت الفرصة وصرت أضغط على أحمد باشا وصار يحكي كلام طالع نازل، ومولانا رح يحاسبه عليه بالتأكيد. شو قال هالجاهل؟ حضرة سمو الأمير باشا. شو في يا زال؟ مثل ما أمرت نحن عم نراقب قصر أحمد باشا من مدة طويلة يا باشا. مسؤول السجل لطفي شلبي راح مبارح بالليل على قصر أحمد باشا. أكيد هو اللي خبره أني عم دقق السجلات، كنت عارفان أنه رح يقول له. بما أنه نقلقوا لهالدرجة معناته هن مخبين شي. إذا بدكن يا سمو الأمير منحقق بالموضوع. الفهد رح يهتم بالموضوع. شو من شأن الفهد يا باشا؟ ما حيكون وجوده خطر علينا؟ هلأ مو وقته، بس رح يجي يوم وآخذ روحه بإيدي لهالكلب الخاين. أيوة يا عين يا عين. زمان كنا لازم نستهلك سهلة مني. والله أنا كثير مبسوط. لك شوفها شلون عم ترقص. لك والله صحتك. يلا بصحتك. عيطت عنا الطول يا عين يا عين. يا سيدي بيوم سهرنا هون للصبح. انا معك لبعد الصبح. Hey,
انت قومي اطلعي لبرا. شو عم تساوي هون؟ شو بدكم؟ لا تأذوني مشان الله، اتركوني. شو بدكم مني؟ قولوا لي، رح اعطيكم شو ما بدكم. سمو الامير. يلا احكي لي لطفي افندي، بدي اعرف شو الشيء اللي عم تعمله من ورا ظهرنا. حاشا يا سمو الامير، انا مستحيل انه اتجرأ اعمل شيء من ورا ظهركم. انت بتعرف انا شو بقصد. الوزير الاعظم احمد باشا بعت ذهب للمتمردين بقديرنا. انا ما بعرف يا سمو الامير، اقسم بالله اني ما بعرف عن شو عم تحكوا. يا لطفي، من الأحسن إلك إنك ما تنكر. ما بدي خليك تتوجع أكتر من هيك يا لطفي. دخيلك يا سمو الأمير، عندي 3 أولاد، مشان أولادي ارحمني يا سمو الأمير. ما كنت بعرف إنه هالذهب للمتمردين بنوب. بما إنه عندك أولاد فكر فيهم، لأنه بسبب عملة أبوهم ممكن يدفعوا حياته الثمن لهالشي. شو رأيك؟ أنا مظلوم يا سمو الأمير، أنا عبد مأمور. الوزير الأعظم هو يلي أمرني بهالشي. وأخيراً رح تظهر الحقيقة أنه سمو الأمير بيزيد بريء يا سلطانة. مسؤول السجل شلبي أفندي رح يعترف أنه أحمد باشا له إيد بهذا الموضوع. اسم سليم ما رح ينذكر، مو هيك؟ مسؤول السجل ما بيعرف شي عن سمو الأمير بنوب، بس أحمد باشا ما رح يوقع لوحده، رح يقول أنه أخذ أوامره من الأمير سليم. سليم المفروض يضل بعيد، وأنت المسؤول عن حمايته. أنا عندي شرط لنفذ الأمر. رستم باشا، أنت كيف بتتجرأ تحط شروط علي؟ سامحيني يا سلطانة، أنا هدفي الوحيد من الشيء اللي بدي أقوله مصلحة الأمير بيزيد. خليكي دايماً بصفه يا سلطانة، وأنا رح نفذ يلي قلتي. وينو هاد لطفي شلبي؟ كيف بيختفي فجأة وما بيبن له أثر؟ معقول يكون هرب يعني؟ أنا عم دقق بالموضوع سلطانة، ورح نلاقيه عن قريب، طمني. قلت لك من الأول خلينا نتخلص منه يا باشا، لأنه رح يجيب لنا مشاكل. اطمني أنت يا سلطانة، أنا بعرف منيح شو عم بشتغل. السلام عليكم. لقمان آغا، خبر مولانا السلطان بوصولنا. في أمور مهمة بده يقولها مسؤول السجل لطفي أفندي لمولانا. أمرك يا باشا. شو في يا نوربانو؟ سوكولو باشا بعت لك خبر انه عم ينتظرك بالحديقة. احكي، عم بسمعك. مولاي، خجلان منكم اني خبركم هيك موضوع، بس ضروري تعرفوا. الوزير الاعظم احمد باشا عم يستغل وظيفته ومنصبه. هو مد ايده وسرق من خزينة الدولة. انت بتعرف شو عم بتقول يا رستم؟ احمد باشا اللي عم تتهمه بيكون وزيري الاعظم. هي هي المشكله يا مولاي. مثل ما بتعرفوا رعاياكم بمصر كتير عم يشتكوا. دققت بالموضوع مع سمير باشا لاعرف السبب. انا طلبت يعملوا تحقيق وما لقوا شيء مخالف للاصول. الاوراق كلها مزبوطه يا مولانا،
لأنه مسؤول السجل لطفي شلبي سجل الذهب الوارد من مصر أقل من الواردات الحقيقية، يعني في كمية ذهب ما تسجلت، والمبلغ كبير ومو قليل بنوب. مزبوط كلامه؟ مولاي سامحوني، مولاي الوزير الأعظم هددني لحتى ساوي هالشي، كنت مجبور. وشو عمل بالذهب؟ ضمه لماله الخاص هذا الجاهل؟ أسوأ من هيك يا مولانا، بصراحة بعت الذهب للمتمردين بقدرنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بفضل هالشي كل الاتهامات يلي بحق سمو الأمير بيزيد تبين أنه مانا صحيحة. وليش حتى أحمد باشا يعمل هيك شي؟ شو راح تكون مصلحته؟ مثل ما بتعرفوا يا مولاي، أحمد باشا كان يحبه كتير للمرحوم الأمير مصطفى، وبظن أنه الانتقام هو هدفه الأساسي للباشا. شوف يا سوكولو باشا، سمو الأمير ممكن نكون بورطة كبيرة. رستم باشا راح لعند مولانا هو ومسؤول السجل، أكيد راح يخبروه عن الموضوع. أنت ما قلت لي إنه كل شيء تمام يا سوكولو؟ مسؤول السجل كان بصفنا، بس ما بعرف شو صار يا سمو الأمير. سمو الأمير محمد باشا، مولانا طالب حضرتكم. محمد باشا، حسب يلي قاله لطفي شلبي مسؤول السجل بأنه كل المشاكل اللي صارت بمصر سببها هو أحمد باشا، أمر بزيادة الضرائب وما سجلها بالسجلات. هذا الموضوع أنت بتعرف شي عنه؟ أول مرة بسمع بهالموضوع يا مولاي. طيب شو بتقترح نساوي بهاي الحالة يا سوكولو؟ إذا كان أحمد باشا مذنب وتبين هالشي بوضوح فعقوبته معروفة يا مولاي. سليم، انت بتعرف شي ليش طالبنا مولانا؟ عندك اي معلومات؟ ما بعرف بيزيد، انا اجيت مثلي مثلك. بس انا بعرف. أحمد باشا. مولاي، أنت رجل دولة من سنين طويلة
وبتعرف أكثر من كل الموجودين شو بتعني هاي العباية السوداء. بعرف يا مولاي، هاي العباية حضرتكم بالذات بتأمروا الخياطين بتجهيزها، والشخص اللي بتأمروا إنه يلبسها بيكون مصيره الإعدام. في واحد من الموجودين تحت هاي القبة هو اللي رح يلبسها. ما حدا بيقدر يخالف إرادتي ويشوه عدالتي، وما حدا بيقدر يشتغل من دون علمي، وإذا شي واحد حاول يعمل هيك راح يدفع الثمن روحه لو مين ما كان يكون. أحمد باشا، اليوم أنت راح تلبس العباية. شو هو الذنب يلي ارتكبته لحتى شفته انه هاي العباية بتليق فيني يا مولاي؟ انت بتعرف منيح شو عامل يا احمد باشا. بس حضرتكن وعدتوني ما تعدموني طول ما انا بمنصب الوزير الاعظم. يا مغفل، مين انت لحتى تشترط علي؟ تعالوا سلمني ختمك، انا عزلتك من منصب الوزير الاعظم. حضرتكن ظلمتوني، كل الاتهامات اللي بحقي مو صحيحة. الشكاوى اللي وصلت من مصر واضحة، ومسؤول السجل لطفي شلبي اعترف بكل شيء. انت خنتني وخنت الدولة العلية وأهنتها، وحطيت سمو الأمير بيزيد بموقف صعب. مولاي، أنا ما خنت أبداً، أنا ما بخون. بعدوا عني، اتركوني. لا تشوف حالك يا سلطان سليمان، ولا تنغر لأنه الله أكبر منك. لا تنسى
إن حكمك هذا بس بعالمنا. لا، الروح اللي أخذتها راح تدفع ثمنها غالي يوم الحساب. ديمو دوران ديمو دوران ديمو دوران ديمي بير كرم إبليا جرچه